عليكم البنات، ان شاء الله راكم كامل بخير. مرحبا بكم مع لي ديليس دو جميله. اليوم حبيت نحضر معكم واحد الوصفه بزاف بنينه وسهله، وهي لي سابلي بريستيج تاع الشوكولا. صدقوني هاد الوصفه تجينا بزاف بنينه وشابه. من يعني درت معكم واحده ديجا لي سابلي نورمال، يعني تراديسيونيل، وهاد المره راح ندير لكم واحد اخرين راقيين وشابين بمناسبة العيد ان شاء الله. فوالا، باش نبداو لهاد الوصفة تاعنا، انا راح ندير على تاع 250 غرام تاع لو بوغ. هاي ديك هكذايا راهي طرية، خرجتها على حرارة المطبخ. راح ندير لها زوج حبات تاع البيض هكذا، وندير لهم كاس تاع سكر غلاس. انا عاودتكم نخلط كلش المقادير تاوعي انصامبل ونخدم كلش كيف كيف. فوالا كاس تاع السكر غلاس، ورايحه ندير لهم ثلاثة مغارف تاع اسمها تاع الماكله قهوه كوير دو اسوب تاع لو شوكولا كاكاو، باش تجينا العجينه شيكولا في شيكولا. ورايحه ندير لهم شويه تاع لافاني، اون كوير هكذا، اون كوير تاع القهوه تاع لافاني، ونزيد لهم نص كاس تاع الزيت. هاد لي صابلي توجور باش تكونوا سيغ باش يجوكم هايلين، ديما تخلطوا الزيت مع لو بوغ. هادو هما اللي راح نبدا بهم ونخلط. نبدا نخلط في العجينه تاعي، نحاول نخلط كامل هاد المواد كيف كيف. تحبي تضربيهم بالباتور تقدري تضربيهم بالباتور، مي انا دوكا راح نخدمها غير بيدي باسكو الزبده تاعي راهي طريه. نحاول ندخل كامل هذوك المواد، صدقوني يجوا بزاف يذوبوا في الفم هاد لي صابلي. نحاول ندخل كامل هذوك لي زانغريديون انصامبل. حبيتي ديريها العمليه تجيك سهله، ضربيهم بالباتور. كا ندير لها ندير لها شويه تاع واحد 3 كويير تاع المايزينا، تقدري ديري حتى نص كاس ولا. انا حنزيد لها غير ثلاثة هكذا تاع لا مايزينا، ونبدا ندير لا فارين تاعي. وما تنساوش بلي عندي ساشي، ندير لهم ساشي تاع لا ليفيغ توجور باش تجينا ماشي بزاف تنفخ لنا شويه هكذا. انا نبدا نلم العجينه تاعي، وندير هذاك الساشي تاع لا ليفير تاعي اوسي، ونبدا نحاول نطم العجينه تاعي كامل. وانا حباباتي هاي لك العجينه تاعنا، مني طميتها هاي لك كيفاش جاتنا القوام تاعها، جاتنا هايله لاباط تاعنا، جاتنا هايله. فوالا، انا واش ندير، نغطيها ونخليها ترتاح. مينيمم 10 دقائق، فوالا نخلوها ترتاح ونعاودو باش نجو نخدمو لي صابلي تاوعنا. فوالا حباباتي، مني خلينا هاديك العجينة تاعنا ارتاحت لي 10 دقايق، هادا كنبدا ندير لي صابلي تاوعي. كيما عودتكم حباباتي، انا ندير نخدم توجور بهاد لو بابي كويسون. انا راني درتو
جبتو ونبدا نخدم في العجينه تاعي هكذا. ندير لها توجور شويه تاع لافارين باسكو باش ما تلصقليش. غير هكذا ونبدا نحل في العجينه تاعي. راني ما نحلوهاش بزاف رقيقه وماشي خشينه، دي جوست سكيفو موين ساشون. راح نديرو حبه على حبه باش ما تجيناش خشينه بزاف. العجينة تاعنا وانا عندي هاد المول تاعي هدايا، بهذا اللي رايح ندير الدويرات تاعي. العملية سهلة نحاول نحي كامل هادوما. ولا شفتيها بزاف طريه العجينه تاعك تقدري ترفديها ب انتي سباتول. لا شفتيها بزاف انا نخليتهاش باش ما تجيناش يابسه. هاي لك ولا هم لي كيفاش يجونا الحبيبات تاعنا ماشي خشان وماشي رقاق. انا راني وجدت البلاطو تاعي اللي يروح للفوق هاوليك. هكذا درت له توجور ان بابيي كويسون باش ما تلصقليش الحلوه تاعي. انا واش ندير حباباتي نكمل كامل العجينه تاعي ونعاود نولي لكم. فوالا حباباتي هاوليك دوك لي صابلي تاعنا مني كملت كامل العجينه تاعي راني حطيتهم كامل في الفوق. راني شعلت الفوق تاعي على 180 درجه. دركا نبدا نطيب في لي صابلي تاعي كامل بعقلي ونخليهم يبردوا ونعاودوا نتلاقاو. فوالا حباباتي مني كملت كامل لي صابلي تاعي هاملك خليتهم بردوا حطيتهم بالجهه. راني درت لهم وحده على وحده باش نبدا نلصق. انا واش راح ندير هذا تاني يقعد لكم اختياري. انا راح ندير له شويه تاع لو كراميل. انا ذوبته شويه. تحبي ديريه كامل بالشوكولا تقدري ديريه بالشوكولا. انا راح ندير له باش تجينا هذيك النكهه تجينا بزاف بنينه راح ندير له لصقهم بالكراميل. هاك يجينا ذوق ماشي غير لو شوكولا باسكو راح نديرو لهم لو شوكولا من الفوق نلبسوهم بالشوكولا. انا راح ندير لهم غير شويه تاع لو كراميل يمد لنا هذيك النكهه. فوالا نحاول نلصق كامل الحبيبات هادو تاوعي. فوالا الكراميل يمد لنا تانيت بزاف البنه لهاد لي صابلي تاوعنا. فوالا حباباتي انا واش ندير نكمل باش ما تجيناش الفيديو بزاف طويل. نكمل كامل لصق لي صابلي ونعاود نولي لكم. فوالا حباباتي مني كملت لصقت كامل الحلوه نتاعي انا واش درت. درت شوكولا ذوبت شوكولا اولي درتها في اون با ماري درتها في حمام مريم. راني ذوبتها
ها هي كيفاش جاتني. ودوك حندير لها غير اون كويير تاع شويه تاع الزيت باش بور لا بريونس، فوالا ما نكثرولهاش، غير شويه تاع الزيت باش تجينا الحلوه تاعنا تبريي من الفوق، الشوكولا تاعنا تجي بريونت. هكذا نحاول نحركوها، ها هي كيفاش جاتنا الشوكولا تاعنا. ودركا نبدا نغوبي لي صابلي تاعنا. انا وجدت درت ان بلا كوم سا كيما هذا، ودرت له بتيت غري باش الحلوه تقطر، باش تقطر لنا. ونبداو حاولي تغطيها كامل لو صابلي تاعنا. فوالا قطريها شويه باش ما تجيش بزاف الشوكولا. هاي ليك فوالا، لا شتيها ناقصه من جوايه تقدري غير ديري لها غير هكذا باش تجي كامل مستوية الشوكولا تاعنا كامل في الجناب. فوالا حباباتي كيفاش جاتنا الحبة الحلوة تاعنا، هاي ليك. نزيد لكم وحدة، والتزيين كما قلت لكم يقعد اختياري، كيما واش حبيتو ديروا لها من الفوق، حبيتو ديروا لها الشوكولا، حبيتو ديروا لها دي بتيت بيرل، حبيتو كيما راكم حابين. هاي ليك مرحبا باتي، انا راني بديت ندير في البلاطو تاعي، دوك نخليهم يقطرو وينشفو، نكمل البلاطو كامل تاعي ونعاودو نولو باش نديكوريوه. فوالا حباباتي هام ليك لي صابلي تاعنا، مني خليتهم نشفو شويه، هام ليك. دركا واش راح يقعد كيما قلت لكم في الاول، الديكور يقعد اختياري. انا واش درت، لقيت هادو مال اللي شريتهم في المارشي، هذا هذا الاخر تاعي تاع السيليكون، جي اشتي مكتوبه فيه سا طوم بيان، مكتوبه عيد مبارك. فوالا هادو هما. انا واش درت، ذوبت الشيكولا البيضه تاعي، درتها سوغ ان با ماري كيما اللي درت لا شوكولا تاعنا هاديه تاع الحليب، درت انا تاني هادو. فوالا درتهم حطيتهم في الكونجيلاتور، هم ليك نشفو لي ميم با فرانشمون 5 مينوت نشفو. انا حبيت نديكوري الحلوه تاعي بهادو، ما تحطيهم غير من الفوق باسكو الشوكولا تاعنا مازال ما نشفتش مليح من تحت، نزيدوها غير من الفوق. هاي ليك، وفيها تحبي ديري نفلوغ، حبيتي ديري حاجه واحده اخرى، انا حبيت ندير لهم، لقيت هادو عجبوني، انا قلت نديرهم فوق لي غاتو تاعي. فوالا ويتنحاو لنا فاسيلمون، فرانشمون سي فيت في. هاملك عيد مبارك، ان شاء الله يا ربي يدخلوا علينا بالصحه والهنا، والناس كامل تعيدوا فرحانين مع العائله تاعها. هاملك فرانشمون جاوني ساهلين، يتنحاو فاسيلمون هكذا. ولا ما عندكش هاد المول هذا، تقدري ديري به حاجه واحده اخرى. فوالا هكذايا مع الشوكولا بلون، لقيت سا شونج ان بو باش ما تجيش كامل لي صابلي تاعنا يجو كامل اون شوكولا، مع هاد لا توش فينال تاع لو شوكولا بلون خرجت شابه هكذا. انا واش ندير حباباتي، نكمل كامل هادوما لي غاتو تاعي ونخليهم ينشفوا، ونعاودو نتلاقاو في صحن التقديم. فوالا حباباتي هام ليك لي غاتو تاعنا لي صابلي لي درناهم كيف كيف في صحن التقديم. انا درتهم في لي كيسات وحطيتهم في هاد لاسيات تاع لا بريزونطاسيون، وبهذيك التوش لا توش فينا لي مكتوب فيها عيد مبارك. فرانشمون زاد فيها النص في الحلوه تاعنا، شوفوا كيفاش جاتنا ما شاء الله. فرانشمون ولونغوبي شوكولا جات في لا بريونس، فرانشمون جات هايله هايله.
فوالا احباباتي، هاي ليك الوصفه تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم بمقادير فريمون بسيطه وسهله التحضير. ماذا بكم تجربوها وتشوفوا كيفاش تجيكم بزاف هايله. فوالا ما بقى لي غير نقولكم اتهلاو في رواحتكم حباباتي، وصحه رمضانكم وصحه فطوركم وصحه عيدكم على الابواب ان شاء الله يا ربي. أولى وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.